1950. ماذا أرى؟ أبدت ديارك أم بدا أمل النفوس على ثراك مشيدة تم لقى ونلت ما أصب له وغدوت أفرح ما أكون وأسعد. أما الديار فقد ملكنا مشاهد. راقب أنتظر وأنتظر الكثير من الفريقين اليوم. هاجم في المحاولة مقطوعة. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام. حسون عبد الله ياتي بالخبر الاول. عبد الله يشعل الفتيل. عبد الله واول الاهداف. لا بعد ذلك اتصل الان ملعوبه الكره وصلت الى عمر البركاتي. العبها على طول اماميه. هنا بحث عن كره عكسيه. يا السلام يا السلام. شوف 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 هو الاصلع. هو حسونة حسونة. هو ما غيره. مكان السيبوي الحالة. مكان السيبوي يسدد. مكان السيبوي يسجل هدف ثاني. هدف ثاني. الله على مباراة. الله على مواجهة مميزة جدا يا عبد المجيد. ها؟ كأنه لاعب راح على طول. شوف النقلات. يا السلام يا السلام. عمر البركاتي عمر البركاتي. الله فهد. فهد يأتي بأول بثالث الأهداف وأول هدف له في هذا اللقاء. الحكم الجات الحكم الجات هو يا هو لا يعرف طريق للمساحة. الآن الكرة ملعوبة. تتابع الشاهد الآن ملعوبة. الله الله على فكر. الله على خف. الله على دهاء. الله على تنفيذ. اوه على هدف. هدف ثالث. الله الله الله. والمصائب لا تأتي فرادى يا خالد. الله يسلمك يعافيكم. باسم سعادة قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري وسعادة المساعد للتخطيط والتطوير اللواء حامد الخلب بالإضافة إلى سعادة مدير الإدارة العامة للتدريب وباسمي نشكركم على تنظيم هذه الدورة المصاحبة للقطاعات الأمنية والقطاعات الحكومية ممثلة بعاصمة مكة المكرمة العاصمة المقدسة. شكرا للجنة المنظمة التي ساهمت بأمانة عن ظهور هذا العرس الرياضي بشكل لائق وممتاز يمثل رجال أمانة العاصمة المقدسة بالظهور بالمظهر المشرف بالإضافة إلى يعني وجود الجهات الأمنية وجهود الجهات الحكومية التي ساهمت في إخراج هذا العرس الرياضي بشكل ممتاز. والله الكمال لله سبحانه وتعالى. النواقص دائما الإنسان يبحث عن الاجتهاد. لابد من سلبيات ولكن السلبيات هذه دائما في نهاية البطولة يعني اللجنة المنظمة يعني تعقد اجتماع
خاص فيها البحث عن الإيجابيات. الإيجابيات واضحة إلى الآن وملموسة، اللي هو مشاركة القطاعات الأمنية والقطاعات الحكومية بمثابة الجسد الواحد. يعني البطولة هذه الرياضية هي الهدف منها التجمع والظهور بالظهر المشارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم مهندس حسن بياري، مدير المختبرات وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف. الحقيقة نحن تشرفنا كشركة المياه الوطنية ممثلة في وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف بالمشاركة في دورة الأمانة، وحقيقة نشكر جميع منسوبي الأمانة على هذا التنظيم الرائع والاستضافة الجميلة والطيبة، إن دلت على رحب صدورهم وكرم أخلاقهم، على رأسهم طبعا معالي الأمين الدكتور أسامة البار. نقدم لهم كل الشكر والتقدير على هذه البطولة اللي جمعتنا بأخواننا في القطاعات الحكومية، وأيضا عرفت الجهات الحكومية بشركة المياه الوطنية. شركة المياه الوطنية طبعا في مكة والطائف تعتبر هي شركة جديدة، يعني أنشأت تقريبا عام 2012، فتعتبر من كقطاع جديد بالنسبة لل، فتعتبر شركة المياه الوطنية كقطاع جديد يعتبر بالنسبة ضمن الجهات الحكومية. من هذا السبب يعني يعتبر فريقنا فريق جديد، يعني لسه طور الإنشاء، ونحن شاركنا يعني في البطولة هذه لمجرد المشاركة وتعريف الجهات الأخرى بشركة المياه الوطنية ومعرفة إخواننا، وبرضو نفيدهم في أي شيء يتعلق بخدمة شركة المياه الوطنية. إحنا مستعدين نخدم الكل، لكن الحقيقة بأمر الله نحن نوعد إنه البطولات القادمة بأمر الله وشركة المياه الوطنية ما حتشارك لمجرد المشاركة أبدا، بأمر الله نحن حنشارك البطولات القادمة للمنافسة، لكن يمكن عشان الشركة جديدة فريقنا برضو يعتبر فريق جديد وفي طور الإنشاء، لكن بأمر الله إن شاء الله نوعد البطولات الجاية حتكون شركة المياه الوطنية بصورة مختلفة إن شاء الله بأمر الله سبحانه. شكرا لكم على نجاح البطولة دي، وما قصرت على التنظيم الجيد، والحمد لله كل يوم شايف من أحسن لأحسن بقيادة المنظم عن مهندس محمد طافقي، الأخوة الزميل محمد طافقي، الله يعطيه العافية والصحة ويعطيكم كلكم جميعا العافية والصحة. كيف أداركتم اللقاء رغم الخسارة بنشيدة الأربعة؟ والله الحمد لله رغم أنه ظروفنا كانت صعبة جدا من المباراة الأولى، عدم تواجد الفريق بكامل في تمارين يومية أثر على عطاء الفريق، عدم التجانس أثر كله على الفريق. يعني عندنا عدة أمور إن شاء الله نحاول نتلاشاها في الدورات القادمة بإذن الله، إن نكون بإذن الله استعداداتنا مبكر على البطولة، وإن شاء الله عندنا بعد 3 أسابيع من الآن عندنا دوري الدفاع المدني، وحنبدأ إن شاء الله من الغد نستعد ونكون الفريق ونكون نوال الفريق بإذن الله تخدم الفريق لسنوات قادمة بإذن الله. إحنا بنتعامل مع كل مباراة نفوز فيها، سواء إحنا تأهلنا ما نهاية مطاف، بالنسبة لنا إحنا كل مباراة نبغى نفوز، هو طمع لازم إن تبغى تحقق كأس لازم تطمع في كل مباراة إنك أنت تحققها، فهذا هو المهم والأهم اللي إحنا نبغاه إن شاء الله. بما أنكم من المرشحين الأقوياء في هذه البطولة، هل ستفون بالوعود في دور الثمانية بإذن الله تعالى؟ شوف بإذن الله إذا خدمنا التوفيق والحظ أتوقع إن بإذن الله إن نجيب البطولة بإذن الواحد الأحد، مجهود الفريق كامل وإدارة الفنية إن شاء الله، وقوف الإدارة اللي معانا وكل المنشآت صراحة تهتف باسم مركز مكة، وإن شاء الله أن احنا نكون عند حسن ظنهم بإذن الله وأن نهدم البطولة. بسم الله الرحيم. الحمد لله كانت مباراة سهلة جدا علينا لأنه فريق فاقد الأمل في التأهل، لكن فريق زي كده يساعدنا أنه ناخذ ثقة أكثر واللعبة يأخذون ثقة أكثر في أنفسهم والمدرب يطبق أي تكتيك يبغى. الحمد لله 9 نقاط تأهلنا الأول ولسه دوري 8 إن شاء الله ونصف النهائي بإذن الله. بما أنكم من المرشحين الأقوى في هذه البطولة وربما تحظون بدعم كبير من قبل جميع المنسوبين وربما من قبل جميع أعضاء مركز مكة لتدريب قوى أمن المنشآت. صحيح صحيح، طبعا قائد المركز الله يعطيه العافية الرائد صويلح المنتشري ونقيب ركن سعيد صالح الزهراني ونقيب مشعل الزهراني صراحة واقفين معنا وقفة في تمارين في مباريات ودية في كل الأوقات يعني كانوا معنا، وصراحة يعني النقيب مشعل في كل الأوقات معنا، هذا الشيء صراحة يعطينا دافع كبير جدا داخل الملعب، والحمد لله توفقنا في تمهيدي وإن شاء الله الأدوار النهائية. هل تفونا بالوعود؟ كرة القدم ما فيها وعود ولكن فيها اجتهاد والمكتوب من الله يسير إن شاء الله.